حرب من الخارج ومواجهات متقطعة في الداخل، هكذا تتقاسم الأحداث مدينة تعز والتي تسببت بمقتل الكثير وجرح العشرات، ويراد أن تسجل قضيتهم ضد مجهولين. وإن كان الجميع ربما يدرك من يقف وراء هذه الأحداث، بل ويتقاسمها بعض ممن يحسبون أنفسهم على المقاومة، ولذلك عليها يطالب المواطنين هنا بكشف من يقف وراء هذه التصفيات ومحاسبتهم. نحن نطالب السلطة المحلية بالقيام بدورها وملاحقة هذه العصابات وتقديمها للعدالة الذين أقلقوا السكينة العامة داخل هذه المدينة. في أفضل الأحوال يوصف الوضع في بعض أحياء المدينة بالانفلات الأمني، لكنه متزايد قد لا يكون آخرها أحداث سوق القبة وسط المدينة. الجريمة التي حصلت في سوق القبة كانت جريمة شنعاء، يعني كانت يقشعر لها بدن أي إنسان، يعني لم نتخيل في يوم من الأيام أن يصل الجرم بإنسان أن يحمل السلاح وأن يمر يفتح السلاح بشكل عشوائي على ناس قاعدين بشكل ليس لهم أي مشكلة مع هذه الجماعات. من وقت إلى آخر تسعى السلطة المحلية في المحافظة إلى تفعيل الأجهزة الأمنية وضبط المتسببين بالاختلالات، وسرعان ما تخفق جهودها بحسب المواطنين الذين خرجوا للمطالبة بقرارات حاسمة تضع حدا للانفلات الأمني. اليوم خرجت تعز تطالب الشرعية، تطالب رئاسة الجمهورية، تطالب الحكومة، تطالب السلطة المحلية بإجراءات حقيقية لدعم الأمن في المحافظة، لإيجاد جهاز حقيقي يتواجد في الشوارع ليضبط هؤلاء الخارجون عن القانون. ينذر الانفلات الأمني في المحافظة بكارثة وشيكة يندفع إليها أبناء المدينة، خصوصا مع توسع دائرة الفوضى وارتفاع ضحايا القتل المجهولة، ما لم تسارع الأجهزة الأمنية بتفعيل دورها. ستظل تعز تبحث عن الاستقرار خصوصا في الجانب الأمني والذي يمس سلامة الناس مباشرة، ولذلك ستظل المطالبة ملحة بوضع حد للمتسببين بإثارة الفوضى وإقلاق السكينة العامة كما يتحدث هؤلاء إلى أن تستجيب السلطة الشرعية. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.